عليكم بكل الخير مشاهدينا المحترمين أينما كنتم، مرحبا أهلا وسهلا إلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر. هنا وأجواء مباراة نهائية وليست مجرد مباراة نصف نهائية بين سيتي والريال. نعم هي ليست مجرد مباراة عودة، لأن الأجواء كبيرة وكبيرة جدا، لأن الأمر يتعلق بمواجهة بين عملاقين مرشحين للفوز في مواجهة الإنتر المتأهلة على حساب الميلان البارحة. السيتي ريال هي مواجهة بين بيب غوارديولا وبين أنشيلوتي، بين بنزيما وبين هولاند، بين دي بروين وبين مودريتش، بين الملكي ومن يريد زعزعة إمارة أو مملكة ريال مدريد وعرشه والحصول على تاج يجري وراءه منذ سنوات ولم يطله لحد الآن. مباراة مفتوحة طبعا على كل الاحتمالات، بما في ذلك احتمال الضغط على عناصر مانشستر سيتي على منطقتهم. يستلمها ووكر على الجهة اليمنى، ووكر وبعيد الكرة هذه تماما فوق مرمى الحارس تيبو كورتوا في مباراة غوندوغان. استلمها رودري من هنالك، تدخل في شارك في مباراة الدوري المتبقية ونهائي دوري الأبطال. روس يغطي كورتوا، توني يلعبها مع دافيد ألابا والبولندي، يقول خطا. يا لها من بدايه ويا لها من اثاره، والحكم حتى بروين ارضي. اوي 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 دي بروين اللي برناردو دي برو بابا بابا اوي 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 وخطير اوي اوي اوي. مكان السيتي مستحوذ الريال هو سجل رودري رودري بابا رودري اوي 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 برناردو ورودري فنن الإسباني كاديا كلا الجانبين. كرة بعيدة من ووكر، برناردو سيلفا أخبلهم والكرة تروح سهلة مباشرة لتيبو كورتوا. تلعب في اتجاه فينيسيوس جونيور، تسترجع من برناردو سيتي، يضيع السيتي قارب من التهديف ويرجع تماما لجون ستونز التسديدة نشفة قوية. استلمها إجريليش، دخلها والجول إجريليش. أي أي وينو جون ستونز، وينو جون ستونز الرأسية وراء إجريليش وبا با 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 انقذها تيبو كورتوا، انقذها غوندوغان. يستلم الكرة غوندوغان، أي أي أرماني غوندوغان مازال يبحث عنه، بعيدة بعيدة يا جون. بروين من أمام رودري، دي بروين التوزيع عرضية وتغطية من نيدير. ميليتاو بروعة يسبق هولان، هولان هولان يرجع لغوندوغان، غوندوغان دي تنفيذ المخالفة دي بروين. أوي 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 أولولا بلجيكي حين دي بروين دي بروين أولولا أولولا بأعجوبة مرة أخرى تيبو كورتوا العملاق ينقذ تيبو كورتوا للركنية البعيدة. أوي أوي هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة با 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 جول برناردو سيلفا جول يفعلها البرتغالي يجن بيب غوارديولا. السيتي يفتح مجال التسجيل في الدقيقة 23. الكرة تلعب بعيدة ترجع من كيفن دي بروين من أمام فينيسيوس، فينيسيوس استلمها والحكم غوندوغان، غوندوغان مع هولان 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 لما جا بابا با جا 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 أوي أوي إيدرسون راح يعملها إيدرسون أوي أوي با 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 خطيرة. وعيد حقق اللقب موسم 2019 وعشرين راح فينيسيوس رايح وكر الخلف يلعب مع توني كروس با با توني كروس هذا صاروخ والتوزيع والتغطية من هنالك من أكانجي والركنية الأولى طبعا أي 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 غال قلتو غال أي 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 وبرناردو دو دو ما هذا السيناريو يا برناردو، من أين جئت يا برناردو يا سيلفا بهذه الروعة الأول رايع والثاني رايع. البحث عن رودري مرفوعة راسية تغطية سيلفا، برناردو هرب من أمام إدواردو كامافينجا والحكم يصفر له خطأ. خرج خرج إدواردو سيلفا في يرفع كرة بعيدة عرضية بروين هرب هولان هرب بعيد الكرة هذه مع برناردو دخل برناردو 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 لولو دي بروين دي بروين يرفع هاجريليتو خلف فيردي توني كروس لوكا مودريتش فينيسيو
هولان، هولان يستفيد من خطأ هنا من أمام كامافينجا. هنا سيتبين كما كان هولان من تسجيل وكريم والدفاع يصد ثم رجعوا لياقتهم ويشوفوا ماذا يريد أن يفعله فريق ريال مدريد مع بداية هذا الشوط الثاني. شوفوا نوايا كيف نوايا توني كروس وخطأ من كيفن دي بروين. ألابا يستعيد لتنفيذ المخالفة قوية. رائعة من دافيد ورائعة من إيدرسون. كوكارفاخال جاك جاك عي كروس بعيدة لفينيسيو جونيور التغطية من ووكر أداء تراي كرة تاكريليتش من أمام كارفاخال. هرب جاك البطاقة الصفراء لداني كارفاخال فوق الرؤوس. دي بروين عرضية وكارفاخال في التغطية. دي بروين وكامافينجا دي بروين دي بروين وكامافينجا لاعب أكانجي توصل لفينيسيو جونيور. فينيسيس رودريجو يتمكن من هذه الكرة مودريتش والخطأ من لوكا على جاك ريليتش ممتازة لجاك ريليتش. جريليتش يرجع للورا رودريجو 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 فينيسيوس يرجع هالاند. فينيسيوس 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 سقط سقط من كارفاخال. كارفاخال يرسل كرة تغطية أخرى من أربع لاعبين. دي بروين غوندوغان لهالاند. هالاند 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 الثانية هالاند الكرة لتضرب جاك جريليتش. جاك جاك عرضية وتوقف الكرة مرفوعة من دي بروين والثالث دي بروين والثالث بنيران صديق أم من مانويل أكانجي يسجل أول أهدافه في دوري الأبطال يفعلها سويسري. في هذين الموسمين هو في أفضل أحواله الإنتر. لوكاس فاسكيز ترجع للخلف سيبايوس التسديد لجاك. لوكاس فاسكيز في التغطية يرجعها براسه الآن رياض فودين خطيرة الرابع خوليان الفاريز 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 بالأربعة ضربهم الليلة بالأربعة المان سيتي يفوز.